اغرب الحالات اللي عندي هما الصراحه حالات ما عمرك تصدقها. عندي واحد الضحيه دابا واحد الراجل تيبغي يمارس الحق الشرعي مع الزوجه ديالو، كطالب تعطيه 50 درهم يوميا الا بغى ينعس معها، وباش ما كتكون عند 200 شي 600 درهم ولا 400 لا تعطيها لها، وكتبقى تسالو ولا غدا اللي تبغي يمارس معها كتقول له كنسال لك 400 البارح ولا 600، وشي وقع هو ويا الصرعه تعطيتك ما عطيتك، دارت معاه كارني ديال مول الحانوت، دارت له بان السميه والسميه ديالها والسميه ديالو، وباش تيساليو في الجنس هي كتسني في واحد الجهه وهو في واحد الجهه، وفي اخر الشهر كتقول له عندك 10000 عندك 18 عندك 16 على حسب الرغبه ديالو. هذه هي اغرب حالات. وعندي واحد الحاله عاوتاني اخرى بان واحد السيد ضحيه مزوج وعنده وليدات وعنده ميسور الحمد لله وداك الشيء، وتيبغي مراته تيبغي ولادو، الغريب في الامر كتبتز المرة ديالك كتقول له بغيتي نبقى معاك ونعرف كتبغيني خاصك تبقى تشرب البول ديالي حاجهكم، وفرايتي كيشرب البول ديالو حقاش الا ما قال لك الا ما شربش البول ديالها غادي تخرب الاسره ديالي وغادي تمشي لي فلوسي وحياتي وصبر على الدل ديالها. وعندي واحد الحاله عاوتاني غريبه في الامر، هي بان واحد المراه معنفه واحد الراجل ديما السب والقذف وما خلات ما كدير معاه، وفي الغريب الامر بغات تنتقم منه مشات دعاته بانه تتمارس عليها الجنس من الدبر من الطرف ديالو، وفري دارت واحد العلامات في الدبر ديالها واعتقلوا السيد، وفي الاخر القضاء اكتشف بان النيابه العامه اكتشفت بان الضحيه المراه كتكذب، واكتشفت بان الام ديال الزوجه ديالو باش مارست على بنتها شدت العصا ديال الشطابه ديال الكراطه ودارتها في الدبور باش دير الراجل الحبس.